السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مير من قناة كلاش. تكون بفيديو جديد من كلاش كلانس في القناة. فيديو اليوم راح نلعب هجمة في تشكيلة، أو مو تشكيلة يعني، هجمة بس هيك أنا حاططها مع بالهوجرايدر وواحدة بالتنين، فممكن إن نفوز ممكن إن نخسر. فهجمتين راح نلعب هيك، وفوق راح نلعب هجمة بالليل. اللي يسألني من دي بتاع الحساب، هذا حساب أعطاني ابن خالدي. فخلينا نلعب أول هجمة. هذا الخصم مناسب جدا جدا، ونقدر لهذا الخصم نحنا بالهوك رايدر. فللأسف يا أصدقائي إنه فقط عندي ما عندي إنه اسبلات، لأن أنا أطور في معمل الاسبلات، فلازم ألاقي المنطقة اللي نقدر نهجم منها. فأنا بتوقع المكان المناسب إنه نهجم فيه يا أصدقائي بالهوك رايدر من هذه المنطقة. أصلا بسرعة 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 بسرعة، وأعطيهم التسريع، أعطيهم التسريع، أعطيهم الوزارد، الوزارد بسرعة، أعطي الدعم، البالون، وفوت يفوت بالملك البربري. يا أصدقائي شوفوا الهوك رايدر، شوفوا الهوك رايدر. خلينا والله ما أنا عارف أن أضرب البويزن أو السام. السم ما بأثر على مباني صح، فقط على الجنود السم، فما رح نقدر ناخذ النسبة، ما رح نقدر ناخذ نسبة 50% للأسف الشديد الشديد الشديد، لأنه الهوك رايدر ما معي مشروب الشفاء أو خلطة الشفاء، ولازم يكون من أهم الأشياء إنه يكون معي الشفاء. فإحنا راح الآن هذا الوقت المناسب لأن نعمل خاصية الملك البربري، ممكن نجيب النسبة 50%، والحمد لله قدرنا نجيب نسبة 50%، يعني ما راح نخسر كوس. فما أخذنا، بس إحنا المشكلة موارد كثيرة، فما برضو ما راح نقدر نأخذ موارد. لا، في عنا مخزن جولد، بعد ما يتدمر مخزن الجولد راح أنهي المعركة أو أكبس إنهاء. فخلاص فقدرنا ناخذ، والله اخذنا موارد جميلة جدا. فالان اول هجم بالهوك رايدر كانت مو موفقة، فخلينا نسرع الملك، او ما راح نقدر نسرع الملك، فراح اروح برجع لكم بعد ما يجاز الملك البربري. رجعت لكم يا اصدقائي بعد ما يجاز الملك البربري. الان راح نسرع بست جواهر، وراح نروح ناخذ هجمة التنين. هذا خصم ما بدنا اياه، لانه وين التاون هول؟ او التاون هول هون، مش ما راح اهجم على التاون. انا بكيت اخذ التاون لحالي يا اصدقائي. انا وين التاون هول عند هذا الخصم؟ حط الملك والملك عند التاون، برضو ما راح اهجم عليه. شوفوا بلشوا يطلعوا خصوم اقوياء جدا، ولما يجيبوا لك خصم ضعيف ما يجيبوا لك مع موارد. وهذا الخصم الحلو، هذا الخصم، هذا خصم ممتاز جدا جدا، فاحنا راح نهجم عليه من هذا الجهة. فأول شيء نكتب واحد ارشر، حلوة. راح ننزل الملك وراء الوزارد، كل الوزارد وراء التنانين، ونزل الارشر وكل الوزارد الان في الدعم. ويا الله شوف شوفوا، يا الله لو معي تسريع الان بسرعة. سبع خلطات سم على الملكة، يا الله على الدعم. شوفوا خلطات السم على الملكة. يلا يا التنين، يلا يا التنين، يلا يا التنين. اوه مات الملك بدون ما نفعل خاصيته، ما انتبهت نهائيا. يلا بس لو التنين ياخذ لي شوي صغيرة، لو بس التنين ياخذ لي التاون. حلو 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 حلو، يلا 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 يلا، يقدر يقدر ياخذ، يقدر ياخذ، لانه ما في شيء يطلق عليه. راح احنا ناخذ التاون، ممكن ممكن نجيب النجمتين، ممكن نجيب النجمتين.
شوفوا التنين على الملك البربري، قتل الملك البربري ولا ما يقدر؟ شكله ما راح يقدر، لأنه بس راح يقضي على برج تيسلا، والآن راح يروح على الملك البربري وشوفوا. يا الله قتل الملك البربري، وهذا التنين اللي ما في حدا يطلق عليه راح يقتل المخزن الإكسير، راح يعطينا إكسير يا أصدقائي. شوفوا التنانين، شوفوا التنانين، صراحة هجمتي بالتنانين كانت أروع من هجمة الهوجرايدر. هجمة التنانين كانت أروع من هجمة الهوجرايدر. ويلا خذ المخزن، خذ المخزن، خذ المخزن، خذ مخزن الإكسير. يا الله والله التنين، التنين صراحة ساعدنا كثير، بس أنا ما راح أنهي المعركة لأنه ممكن إحنا نقدر ناخذ يا أصدقائي المخزن الإكسير. حلو الآن خلاص، شوفوا يا أصدقائي أخذنا موارد ضخمة من هذا الخصم. ف حلو الآن، بما انه فكرة هجمة التنين افضل، راح نروح التدريب السريع، راح ندرب مرتين من هذا. فكما وعدتكم راح اجي هجمة بالليلية، وهن كنا خسرانين. والان الهجمة، الخصم هذا كيف راح اهجم عليه يا اصدقاء؟ بما انه يعني ما مهتم جدا جدا بالليلية، فانا راح هيك ألعب تسلاي في الليل، فهمت كيف؟ فراح أفوت كل شي بربر، كل شي بربر، كل شي بربر بسرعة. هيك فقط، هيك فقط، لا إن نقدر ناخذ نسبة منيحة. لكن في عندي مورتر، هو أنا ليش نزلت عندي المورتر وعندي الصحي كل برابر ألفه، يعني حتى ما فاتوا على التاون، فهذا الشيء جدا خاطئ منه. بس في عنا المفجر، المفجر، المفجر ممكن انه يقدر ياخذ التاون، لانه شوفوا مسلم، مسلم التاون. فالمورتر، المورتر راح يعمل مأزق للمفجر، والان المورتر قنص على المفجر وراح يقتل المفجر. يا حرام، او احنا ماخذين نسبة 59% الخصم وانتصار. حلو الانتصار. ف هيك بنكون يا شباب وصلنا نهاية الفيديو، اعزونا باللايك وبالاشتراك وهاشتاج حملة توصيل امير 100 مشترك، راح تجدونه بالوصف وانشروه في كل مكان علشان نقدر نوصل 100 مشترك. كان معكم امير من قناة كلاش وذ امير، اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة.